خليني اروح مع بلال لتاريخ المواجهات، تشوف كده السعوديه والمكسيك عاملين ايه مع بعض. يعني طبعا للاسف تاريخ المواجهات بين المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي كله في صالح منتخب المكسيك، كانوا تواجهوا 5 مرات، 4 مرات قدر المنتخب المكسيكي يفوز على المنتخب السعودي، وفي منهم نتيجتين كان 5-0 و5-1 طبعا في كاس القارات اللي احنا كنا شاركنا فيه سنه 99، وتعادل وحيد جمع نتائج المنتخبين. بس خليني اقول حاجات كتير جدا اتغيرت، والحسابات في مواجهه النهارده ما لهاش علاقه بالتاريخ الى حد كبير. لا يعني البطوله دي يا استاذ احمد بتورينا حاجات كتير قوي عن يعني تغيرات كتير جدا حصلت عن البطولات السابقه. يعني احنا شفنا كوستاريكا مثلا بتخسر بال7 في المباراه الاولى، بتقدر تتجاوز الخساره وبتفوز على اليابان. كمان ايران فاز، اليابان اللي كسبت المانيا بالظبط. المنتخب ايران بعد ما خسر 6 امام انجلترا عاد وقدر يفوز على منتخب ويلز. فلا البطوله ديت بطوله المفاجات، بطوله المنتخبات الصغيره قادره تعمل نتائج كبيره جدا، او بلاش المنتخبات الصغيره، المنتخبات اللي هي ما كانش ليها تاريخ كبير في البطولات دي تقدر تقدر فرصه كبيره جدا عندها البطوله دي انها تقدر تصنع تاريخ لنفسها، زي ما شفنا السعوديه كتبت تاريخ بالفعل بالفوز على الارجنتين. النهارده تونس رغم ان الفوز معنوي بتكتب تاريخ بالفوز على المنتخب الفرنسي بطل اخر نسخه كاس عالم. كمان النهارده بقى بتاكد التاريخ. يعني يمكن هيرفي رينار قال جمله جميله جدا في المؤتمر الصحفي بالامس، قال للاعيبه المنتخب السعودي الجيل الحالي من اللاعبين الجمهور السعودي بيحبوا وبيتابعوا وبيدعموا، بس انا اتمنى منكم ان الجمهور يفضل فاكركم في التاريخ، تعملوا حاجه تاريخيه يفضل يتذكرها الجمهور بعيدا عن يعني التمثيل المشرف ده حصل. هو في حاجه تاريخيه اكتر من مكسب الارجنتين؟ ما الصعود بقى هيبقى الصعود بلال، احنا عايشين على التعادل مع هولندا سنه 90 بالظبط بالظبط بالظبط. يعني ده افضل نتيجه لمنتخب عربي عامه في كل بطولات. لا بصراحه لا ما انساش برضو، يعني طبعا كاس العالم غير، طبعا كاس العالم غير أكيد. لكن ما انساش ايطاليا والبرازيل، حتى خساره البرازيل المصريين الحقيقه اتبسطوا في طبعا يعني في نتائج كده تاريخيه، لكن كاس العالم غير برضه. اكيد لا، اهم محفل دولي يا استاذ احمد، يعني يمكن بننتظر العالم كله كل 4 سنوات، فالناس كلها والتركيز كله بيبقى منصب على البطوله دي. المتابعات فيش حدث على اي مستوى، سياسي ولا اقتصادي ولا بيئي ولا سياحي ولا اي حاجه في الدنيا، بيبقى عليه الكوكب بيلتف حوله زي بطوله كاس العالم. بالظبط بالظبط صح ولا لا؟ لا طبعا دي حقيقه اهم حدث، ويمكن احنا بنشوف اللاعبين اللي ما بيتمكنوش من الصعود لكاس العالم تبقى حسره كبيره جدا وحزن كبير جدا، على ان هم ما اتكتبش في مسيرتهم. خد بالك برضو، هو كل لعيب في الملعب بيقعد كام سنه في الملاعب عشان يحضر كام نسخه كاس عالم. يعني بالزبط. انت لو خبطت في واحد ولا اتنين ده يبقى شيء، وده بقى ده سبب يعني ده سبب ممكن حزن بعض المصريين او الكتير من المصريين، ان محمد صلاح تمكن من المشاركه مره واحده، وكان كنا نامل ان يكون صلاح دي تاني مشاركه ليه، ولكن ما حصلش نصيب. يعني دلوقتي